بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم عندنا المحاضرة رقم 11 هي البروسيس كنترول لوب، دوائر السيطرة. طبعا احنا عندنا هاي المحاضرة ان شاء الله جزئين، جزء حناخذه اليوم ان شاء الله، المحاضرة الثانية نكمل بيها من الموضوع. اليوم ناخذ الاساسيات ونحاول ناخذ، حتى ما ذكرت ذيك المحاضرة قلت انه احنا مو بعد ما عندنا حسابات، يعني خلصت المحاضرات اللي هي حسابات، فان شاء الله راح نتعلم على انواع لوبات السيطره، وكذلك شلون نرسم هاي اللوب، وشلون نحدد المتغيرات وفق المعايير العالميه، معايير الهندسه الكيميائيه العالميه، المخططات العالميه اللي هي اللغه المشتركه بين تكون بين المهندسين بالعالم، هي المخططات. اليوم ان شاء الله راح نسلط الضوء على ما يخص موضوع السيطرة. عندنا المحاضرة راح تشمل 6 محاور، هي البروجكت دايجرامز، بيسك كنترول لوب، تاج سكريبتات، و لاين سامبلز، انسترومنت لوكيشن و انسترومنتيشن نمبر. اعطيكم فكرة على البروجكت دايجرامز، مخططات المشروع، شلون بالحقيقة سيتو يمكن مشروع المرحلة الرابعة، المخططات المفروض شنو اللي يعدها المهندس المسؤول عن شنو يعني المخططات. طبعا احنا نعرف اي مشروع بمراحل عديدة، ابتداء من الفكرة الاساسية اللي بناء المشروع الى مرحلة التشغيل النهائي، الانتاج والتشغيل النهائي. طبعا من نقطة البداية إلى مرحلة التشغيل النهائي والإنتاج طبعاً خطوات عديدة جداً، تستغرق سنوات. زين، لازم يمر المشروع بهكذا مراحل، خصوصاً المشاريع الكبيرة. إذا نتكلم عن المشاريع الكبيرة، فنشوف طبعاً هو تيم مال عمل من مصممين ومشغلين ومصنعين إلى آخره. زين، فما هي مسؤولية المهندس الكيميائي؟ طبعا هي ابتداء تبدأ بالمهندس الكيميائي، يعني فكرة المشروع، ويعني كل مهندس الكهرباء المدني سيطر، وكلهم ينتظرون مخططات المهندس الكيميائي. يعني البداية الأولى هي تكون المهندس الكيميائي. إذا ماذا، ما هي مسؤولية المهندس الكيميائي؟ طبعا ما نجيب مخططات المشروع، يعني عندنا فكرة أساسية لبناء مشروع. واحد يتخيل مثلا مشروع مثلا إنتاج الكحول، إنتاج البنزين إلى آخره من المشاريع. أول شيء من المخططات هي البلوك دايجرام. البلوك دايجرام طبعا هذا يشمل فقط إنه الوحدات الرئيسية بالمشروع بشكل بلوكات، يعني مربعات، مستطيلات إلى آخره، ونكتب هو الرئيسية، قلنا الوحدات الرئيسية الأساسية، ونكتب داخل كل بلوك شنو هذا الوحده، مثل ديستيليشن، رياكتر، سيبريتر، وجست بلوكات. هسه راح نراويكم امثله. طبعا بهاي المرحله انت بس تضع الفكره الاساسيه، وتحط عندك ايش قد الانبوت وايش قد الاوتبوت، حتى تقدر تحسب كونفرجن يلد الى اخره على هذا المخطط. هو مخطط بسيط، ابسط انواع المخططات. طبعا بعد ان يتم التيم يقتنع بهاي الفكره ويصير ابروفد اليه، ننتقل الى المخطط الاكثر تطورا اللي هو البروسيس فلو دايجرام. بروسيس فلو لا هسه المره راح ترسم الوحدات بشكل سمبل عالميه، يعني ستاندرد قياسيه، يعني ريكتر نرسمه وفق رسم الستاندرد. كذلك المضخه، الكومبريسر، الديستليشن، الاكستراكشن، الميكسر الى اخره. زين، و احنا راح نوضع كل السكريمات، راح نرقم السكريمات، ونوضع كل سكريم هو الكومبوزيشن مال المواد اللي تفوت بهذا السكريم، كذلك درجات الحراره والضغط في كل معده الى اخره من المعلومات اللي نوضعها بهذا المخطط، حتى يصير جدول اللي جوا نعرف بكل السكريمات اللي تشمل هاي شنو المواد اللي تفوت بها الى اخره. فنفاق تطور اكو بالموضوع. كذلك هذا يملا الدايجرام بكثير من المناقشات من قبل الفريق والخبراء
إلى أن يستقرون، طبعا بالهيت فرنسا الإنرجي فرنسا كلهم سواء، إلى أن يستقرون على جميع الملاحظات تصير، يصير عليه أوفر مصادقة، نروح إلى مخطط أكثر تفصيلي اللي هو الـ Piping Instrumentation Diagram مختصر الـ TID. هذا هو المخطط، هنا راح نضع كل التفاصيل من ضمنها تفاصيل السيطرة، موضوع السيطرة يعني السيطرة على طبعا كل المعدات هي عليها سيطرة. فهنا لازم نوضح بعض المخطط، اللوبات مال السيطرة وحياة متغيرات نريد نسيطر وشلون نسيطر وبأي نوع من أنواع السيطرة نسيطر عليها. يعني إذا من كل هذا شرحته، الموضوع المحاضرة راح يصب على هذا النوع منين؟ من الدايجرامز، على هذا النوع من الدايجرام. حتى احنا حقيقة ليش طيب مع المقدمة، لما الطالب يسأل يقول عن وين راح يعني اريد اشوف انا اليوم ليش اتعلم محاضرة اليوم الرسم والدوبات، حتى يعرفوا وين يعني وين اهمية الموضوع. اذا موضوع الرسم والدوبات متعلق بهذا النوع من المخططات. راح اضعلكم امثلة على الثلاث انواع من المخططات. شو ممكن تساعدنا هذا المخطط الاول اللي هو انتاج البنزين، هذا هو الفلوك دايجرام. لحظة انا هسه مش راسم، راسم بس فقط الوحدات الاساسية، لا راسم مضخات كومبرسرات الى اخره، لا اكو تفاصيل، مجرد البلوكات وكاتب نص البلوكة مثلا رياكت، بس مو رسم رياكت على يعني انا عندي بلوك دايجرام. لا انت شيء اولي اريد اوضح يعني قاس فكرة المشروع، يعني وعندي هنا ديستيليشن وهكذا، يعني حاط عليه المواد الثانية 11 كيلو أمبير من التلوين، الهيدروجين 28 كيلو أمبير أور، زين وراح يصير ريتر البنزين والميثان، زين الهيبتان، بعدين غاز سبريتر، وعندنا آخر شيء بالديستيليشن يطلع البنزين. فشي فكرة أولية على المشروع حقيقة. هذا هو المثال على البلوك دايجرام. قلنا اذا جت مصادقه وبعد نشوف النقاش وعرفنا شنو الاعداد الاساسيه، راح ننتقل الى بلوك دايجرام اكثر تعقيد. بكم مثال على شنو نسوي البروسيس فلو دايجرام. شوفوا هذا مثال على البروسيس فلو دايجرام، شوفوا شوي صار تطور. ليش؟ لان الرياكتر قلنا نرسمه بالرسم الستاندرد. لاحظوا هذا مثلا هنا عندي ديستيليشن توا، هنا عندي ريكتر، وهنا عندي كوندينسر، هنا مضخات. شوف هسه بدأت تبين اسم المضخات، شوفوا اللاينات قلنا نرقمها، لاين واحد، لاين ثلاثة، لاين أربعة، لاين اثنين، لاين ستة، لاين عشرين، لاين تسعة، لاين ثمانية، عشر. هاي ليش أنا أرقم اللاينات؟ على مود هنا شوف هذا الستريم نمبر، فهذا بالضبط أنا هاي الأرقام اللي أنا شوف لاين واحد. هذا اللي هنا، شوف هذا الجدول، اذا نود درجه الحراره عنده 25، شوف شلون نرسم، حط هنا على رسم نشير درجه الحراره والضغط هنا، زين البريشر هو 28 بي اس اي والحراره 25 دي سنتيغريد، والرقم مرتين حط داخل المعين هو واحد، يحتوينا على ماس فلوريت بالطن 10 طن بالساعه، زين واذا بالمول فلوريت هو 108 طن بالساعه. لاين اثنين هذا الخارج من الريكتر كذلك نفس الشيء، يعني حتى شوف حط الظروف مالته في شكل والرقم هيك شيء، واحنا نوضح هنا. هذا هو، شوف صار المخطط اكثر تطور من اللي قبله، عندي شوي اكثر تفاصيل. كذلك البالبات، لاحظوا اي شيء اي اكن يرقم بالب، الرقم ممتازه بالب 106 بالب 104 بالب 105 101 الى اخره. زين هاي بالنسبه الى المخطط اللي قلنا عليه صار اكثر تطور من البلوك دايجرام. اذا اوكي هذا يعني المشروع تمت الموافقه عليه من خلال في بيجي على نروح لاكثر تفصيل على مود ندز التصنيف ويناقشوه الكهربائيين والمهندسين المستقبلهم والمدني عاد المخطط النهائي. المخطط النهائي تي اي دي اللي هو بايبنج انستريشن دايجرام اللي لاحظوا صار مثال عليه. شوفوا هسه احنا النهاية المسؤول عن المهندس الكيميائي والبايبنج
instrumentation diagram في دي مختصر. طبعا تلاحظون امامكم هسه انه الوحدات كلها مرسومه بالشيء القياسي المتعارف عليه عالميا والتقييمات الى اخره. لو تلاحظوا في هذا المحطه بدا موضوع السيطره يشتغل. لاحظوا هسه مثلا هنا شلون السيطره على الفلو زين، وكذلك اكو عندنا لوب اخر للسيطره هنا، كذلك عندنا لوب للسيطره هنا، عندنا لوب اخر هنا موجود زين الى اخره. اشوف موضوعنا اليوم مال محاضرتين اليوم والمحاضره الجايه ان شاء الله هو كيف نرسم هذه اللوبات، كيف نختار متغيرات، واي نوع من انواع اللوبات احنا راح نرسمها ولماذا الى اخره. هذا هو حقيقه الموضوع، حتى تعرف هاي المقدمه عن طيته حتى واحد يعرف اهميه الموضوع. انه انا يقول لك انا شلون ارسم هاي اللوبات مالت السيطره على المخطط، لان احنا كنا نعرف المخطط هي اللغه المشتركه بين مهندسي العالم، المهندسين عند تنفيذ وصيانه والتصنيع شراء الى اخره، ودائما المخططات راح تكون هي اللغه المشتركه بيناتهم. فهذا هو الموضوع. احنا حقيقه مثل ما ذكرت احنا راح ندخل على الموضوع اللي مثل هسه كل واحد صار عنده فكره انه هاي اللوبات هي تنرسم في مخطط البي اي دي. البي اي دي على مود تروح الى التنفيذ بشكل نهائي. اذا بعد ما عرفنا احنا وين هاي باي نوع من انواع المخططات ترسم اللوبات مال السيطره، راح ننتقل نشرح هسه ندخل في الموضوع اللي راح يكون الشرح على اللوبز مال السيطره. عندنا البيسك كنترول لوب، اللوب الاساسيه للسيطره مثل ما تعرفون سماكم هذا السي اس تي. اللوب الاساسيه هي تتكون من مثل ما ذكرنا طبعا بالمحاضرات السابقه من اليمنت و نسيطر على درجة الحرارة للخزان الخارجي تي ات. عندنا اكو اليمنت لقيس درجة الحرارة سنسر للحرارة، ثم ترانسميتر تمبرتشر ترانسميتر زين، وعندنا التمبرتشر ترانسميتر مع التمبرتشر كنترولر اللي احنا الذي سيت بوينت بعد ذلك التمبرتشر كنترولر. راح يكون عندنا الموضوع المكونات الاربعه لحلقات السيطره اللي هي التمبرتشر ميلينج ايمنت، التمبرتشر ترانسميتر، التمبرتشر كنترولر، والتمبرتشر كنترول وورد. هاي اللوب الاساسي. احنا حقيقه هسه لربما الطالب شاف هاي اللوبات وش مقصود بهاي اللوبات، راح نعطيه في رسم توضيحي اخر. احنا بصوره عامه نحكي نقول اي لوب بالبروسيس هي حقيقه مكوناتها، يعني هاي بعدنا البروسيس. ف اي لوب هي تتكون من سينسنج اليمنت، ميجرنج اليمنت، ترانسميت اليمنت اللي هي سميناها ترانسميتر، بعدين كنترول اليمنت اللي هو كنترولر، والفاينل كنترول اليمنت اللي هو كنترول بار. هذا هو طبعا دائما هي المكونات الاساسيه مال اي لوب بالسيطرة. شوفوا لاحظوا على سبيل المثال لو احنا هسه هذا المثال امامكم، شوفوا بالواقع بالحقيقه هو هيك. هذا بالواقع لو اريد نسيطر على اكو فلويد يفوت هنا بفلو معين، واذا نسيطر على هذا الفلو بقيمه معينه وليكن 10 لتر بال هاي لوب مالت السيطره مين متكونه؟ لاحظوا اول شيء اداه لقياس الفلو اللي هي اورفيس. شفتوا تذكرون اخذنا الميجرنج اليمنت كانت هي الاورفيس وحده من عدن، حطينا اورفيس ميتر هنا. نقل الاشاره الى ترانسميتر، هذا شكل ترانسميتر. ترانسميتر نقل الى كنترولر، الكنترولر احنا نغطيه بسيت بوينت، بعد نقلنا كنترول باب. كنترول يرسل اشاره الى كنترول باب، يبدي كنترول باب هو يتحكم بالفلو مال المائع الخارج عند القيمه اللي احنا سيتناها هنا اللي قلنا مثلا ولتكن 10 لتر بالدقيقه. طبعا احنا هذا الرسم الحقيقي يعني عن المخططات هو نرسم هذا الشكل. لا احنا دائما اللي نرسمه يسموه ستاندرد مخططات، يعني هذا يترجم بالمخطط الى هذا. يعني فلو هنا للاورفيس فلو اليمنت يكتب عليه
والترانسميتر فلو ترانسميتر هذا كلنا والفلو انديكيتنج كنترولر هذا كنترولر الشاشه فلو انديكيتنج كنترولر راح نرسمه فلو انديكيتنج كنترولر حاطين سي تي نقطه معينه والكنترول فالف نرسمه اي تي والاشاره الهوائيه اللي واصلته يعني هذا نوع هوائي مو كهربائي ف نرسمه بهالشكل كنترول فالف وهي الاشاره الهوائيه اللي طبعا احنا فاذا نشوفوا الرسم الحقيقي الاكتوال هو عادة يمثل بهكذا مخطط على بالمخططات هكذا لو على المخطط فحتى يعرف الطالب انه احنا ترجمنا هاي العملية الى المخطط الى رموز واشكال. طبعا احنا في بعض الاحيان لاحظوا احنا اذا ناخذ خلينا ناخذ الشكل الاول نشوف بالنسبة إلى الدوائر هاي سطر نوع الدوائر في بعض الأحيان إحنا نختزل الدوائر وفي بعض الأحيان نحطها على حقيقة إحنا أخذنا شيء مثال إنه اللي CSTH ونريد نسيطر على درجة الحرارة عن طريق الفيوز داخله فشوف سمي هاي دائرة طبعا دائرة هذا temperature transmitter والtemperature controller وعندنا controller فإحنا نشوف هاي حركتين كيفين بحركتين طبعا إحنا إذا أريد نروح أكثر تفصيل بحقيقة temperature element temperature transmitter temperature recorder إذا عندنا نسجل القراءة و temperature controller وتروح إلى controller فبما راح يعني مو يعني إحنا نكتفي فقط بحلقتين بس إحنا للسهولة بعض الأحيان كنا نحل مسائل مو مركزين على تفاصيل الحلقات بس إذا نقول هنا عندنا أكو سيطرة فما موضحين التفاصيل بحقيقته قد تروح تشوفون دوائر سيطرة تتكون من جميع الإليمنت المكونة لتلك الدائرة يعني مختزلية في بعض الأحيان مثلا احنا سنستخدم تمبريتشر كنترولر اكو تمبريتشر كنترولر هو سيطر وهو يسجل هو نفس الكنترولر فيسموه تمبريتشر ريكوردينج كنترولر يعني يخطون هذا الإليمنت مو مفصولة نجيبه مفصولة ايه الريكوردر صار نص الكنترولر يسموه تمبريتشر ريكوردر كنترولر يعني نعم ممكن اذا ما مفصولات ينكتب بهالشكل هذا تمبريتشر اليمنت تمبريتشر ترانسميتر وتمبريتشر ريكوردر كنترولر يعني تجمع هاي الدائرة وهاي الدائرة يعني موجود واحد فهذه المفاجئ مرة شو يقول مرة شو حلقتين مرة اربع حلقات لا في بعض الاحيان الحلقات مفصلة طبعا احنا ندخل هسه ان شاء الله محاضرة اليوم احنا بالتفصيل اكريها للو وقد يكون قسم الانديكيتر والريكوردر هي ممزوجه بيونت واحده مثل شلون الريكوردر والكنترولر بيونت واحده تمبريتشر ريكوردنج كنترولر فحطينا الفكره انه حتى الطالب ليش يقول مره حلقتين مره شو هذا لا هي التفصيل تكتب كامله لكن احنا في بعض الحسابات ممكن نحسب offset الفايروس ما تهم التفاصيل بس نريد نشير انه عندنا هنا اكو ويب سايت عندنا الموضوع الاخر التاج بسكريبتر يعني احنا قبل شوي سرنا ايش نكتب هنا داخل هذا ايش اسمه احنا تمبريتشر اليمنت تمبريتشر ترانسميتر يعني هل هي دائما من حرفين لو هذا شو ثلاث حروف تمبريتشر ريكوردر ريكوردينج كنترولر شنو هاي شلون بدها تكتب هيك هاي متفق عليها لها تسميه قياسي ترميز قياسي لو هيك كيف ما اتفق طبعا احنا ماكو كيف ما اتفق بالمناسبه كلها قلنا لغه عالميه يعني انت اليوم من تشتغل بشركه او في مكان ما وانت مسؤول على هاي المخططات راح تشوف انت تخاطب مهندسين عالميين او تروح ايفاد الشركه دازتك ايفاد من تروح تتفاهم وياهم وياك مخططاتك انت اللغه المشتركه هو راح يفهمك وانت تفهمه مهندس تروح تلتقي بتيم من اليابان من امريكا من انجلترا من ماليزيا من كوريا من هم كلهم انت ماخذ نفس المخططات هم انت تعرف شنو التي اي هو يعرف شنو التي اي حتى اللغه قلنا اشبيه مشتركه عالميه يعني مو كيفنا هاي لغه عالميه هسه شو راح يتم هاي شو الترميز كان نتعلمه اذا التاج بالسكريبتر اللي هو في بعض الاحيان اكو ثلاثه حروف احنا قلنا
اكس واي زد، وفي بعض الاحيان حرفين اكس زد. شنو هاي الاكس واي زد؟ شنو ليش اكس زد؟ اذا الاكس يشير الى ايرور، الاكس الحرف الاول يشير زد. مثلا يعني شنو فيريبل؟ فيريبل اللي تقيسه، اذا تقيس تمبرتشر الت سنسنج مالته فتحط تي. اذا تي يشير دائما الى التمبرتشر، البي يشير الى البريشر، يعني هذا الاكس وهذا الجدول ماله. الاف للفلو، ال للليفل، تي اتش للاسيديتي، اللي هو قلنا شنو الاكس ريفير تو فيريبل. اذا هذا طبعا اكو بعد، بس احنا الشائعات بالهندسه الكيميائيه نزل اوكي الشائع بالعب. زين نجي الى الحرف الثاني الواي اللي هو اسمه فانكشن، يعني شو يسوي فانكشن؟ يعني هذا هو الجدول مال مثلا اذا سجل فيسموه ريكوردينج، يعني يعني هذا لازم. اذا انديكيتنج يعني يبينها، شلون يحطها على شاشه او كذا، يحط رقم على شاشه انديكيتنج يعني يعرضها. زين اذا يسيطر سم كنترول، اذا دي ديفرنشال الفرق. زين نجي للحرف الثالث اللي هو الزد، اللي هو انسترومنت. مثلا اذا اي هو انديكيتر، اذا ار كنترولر، اذا سي الداتا كنترولر، ار ريكوردر، اذا تي ترانسميتر، اذا اس سويتش، اذا في فالف، اذا اي اليمنت، واذا اي هو الارم منبه. فنشوف على سبيل المثال ناخذ امثله. لو انا كتبت تي اي، التي يشير الى على الجدول، التي معناه شنو؟ تمبرتشر. الاي يشير الى شنو؟ العفو هذا باثنين، يعني اذا باثنين هي اكس وزد. الاي يشير الى انديكيتر، فاذا تي اي هو تمبرتشر انديكيتر، تمبرتشر انديكيتر. يعني اذا عندنا حرفين فهو هذا الاكس والزد، يعني هذا الجدول وهذا الجدول. فاذا من قلنا تي اي هذا التي وهذا الاي، اذا هو معناه شنو؟ معناه تمبرتشر انديكيتر. اذا قلنا اف ار سي، خلينا نشوف الاف هي فلو اكيد، الار اللي هو الواي معناه ريكوردينج، اذا اف ريكوردينج. وهنا السور هنا ريكوردينج مو ريكوردر، ريكوردينج. والسي شنو هو؟ كنترولر. اذا صار فلو ريكوردينج كنترولر، يعني شنو هو؟ يعني اذا هو مسيطر مال الفلو بنفس الوقت يسجل. يعني شنو بنفس الوقت يسجل؟ يعني هو هم يسيطر لك على هذا الكنترولر، وبنفس الوقت بي مسجل يسجل لك. وهذا اللي يسجل طبعا اكيد هو اللي يسجل، لو يسجلها على ورقه، لو يسجلها على مثلا سي دي، على فلاش، على اي شيء يعني بالحاسب بيخزنه زين هالقراءات. يعني بنفس الوقت كان مثلا انت تعطيها عاد مثلا كل خمس دقائق تسجل اياها اقرا لي، او كل عشر دقائق، ما بكون نص ساعه، هو كل نص ساعه يسجل لك القراءه مالته، او حتى انت تحدد الوقت، جزء كل نص ساعه، كل ربع ساعه الى اخره. زين فهو ذا فلو ريكوردينج كنترولر، فلو يعني هم عم يسيطر على بي فانكشن بينسترومنت، فانكشن مالته ريكوردينج يسجل وهو مسيطر. زين هذا عندنا حرفين معناه عندنا اكس وزد. اذا اجي على ليفل سويتش، ليفل سويتش يعني طفل ما سيطر، ليفل سويتش هذا عندنا حرفين، هذا بي اتش، بي اتش هذا فانكشن واحد يعني حرف بي اتش اي، يعني اذا معناها حرفين البي اتش اسيديتي والاي اليمنت، يعني قيس البي اتش. البي سي في البريشر كنترول فالف، بريشر كنترول فالف، بريشر كنترول فالف. هاي امثله. شوف اذا التاجات لو ثلاثه، لو تشوفون حرفين، اذا حرفين هي معناها ماخذه من الاكس والذات، واذا ثلاث حروف فماخذه اكس واي وذات، فكلها لها معنى. حتى بعد ما عرفنا اعطيكم جدول مثلا بالفيريبلز اللي ممكن يعني مثلا ما يخص درجات الحراره، احنا نلقى تي اي، طبعا كل شيء سيف دي بتي هو حراره، شوفوا الحراره ناكل تمبرتشر، اذا كل بداياتنا بتي بدينا منها، بس اذا باثنين لو بثلاثه مثلا، اذا باثنين دائما راح نجيب شنو الانسترومنت اللي هو تمبرتشر انديكيتر، تمبرتشر ريكوردر، تمبرتشر كنترولر، تمبرتشر ترانسميتر، تمبرتشر اليمنت، تمبرتشر انديكيتنج. نعم نعم دكتور، من ديرتي جلوبال سلايد الصوره تبقى يعني ما تتحول على السلايد. هسه يا سايد طالعكم بالتمبرتشر ولا شنو؟
أعتقد هسه هذا السلايد رقم 10 اني شرحت عليه كان واضح امامكم يعني؟ نعم دكتور كان واضح. نعم دكتور بس من حولت على غير سلايد كان يعني باقي على سلايد. اذا هذا من شرحت عليه كان واضح يعني البدايه رقم 12. نعم. مين اذا امامكم قولي لي على سلايد رقم 12 على مود ابي اشرح. أنا ما ظاهر عندي لحد هسه الصورة. أنا ظهرت عندي أوكي هسه ظهرت دكتور. سلايد تمبرتشر 12. اسألي الطلاب. طلاب الصورة عندكم واضحة؟ طلاب. الصورة واضحة طلاب؟ إي دكتور يقولون واضحة. فاطمة والسبرة. أوكي. اوكي دكتور تفضل. اذا هسه لاحظ انه هنا بالتمبرشر على سبيل المثال شوف الحلقات احنا بما نتخصص التمبرشر اذا لاحظ الحرف الاول كله تي يصير هسه تلاحظون الحرف الاول هو كله اشاره الى التمبرشر نجي مثلا هذا تي يعني عندنا فانكشن و عندنا الفاريبل التي مثل ما قلنا والانسترومنت اللي هو تي اي يعني تمبرتشر انديكيتر اذا تي اي هو تمبرتشر ريكوردر تي سي تمبرتشر كونسولر تي تي تمبرتشر ترانسميتر تي اي تمبرتشر اليمنت تمبرتشر انديكيتنج كونسولر تمبرتشر ريكوردنج كونسولر تمبرتشر كنترول فالف تمبرتشر الارم temperature switch وهكذا اذا تلاحظون اذا كان الفاريبل التي واللي ايش نريد نحطه هنا حقيقه تكون يا اما سويتش الام فالف وهكذا الى اخره طبعا نفس الشيء يسري على another variable على سبيل المثال لو ناخذ البريشر او الفلو مثلا اذا ظهرت عندكم الصوره مال الفلو 6 صوره نعم ظهرت فشوف هسه الفلو من نجي اذا الفلو فنشوف الحرف الاول كله اف للدوائر كله اف ونفس الشيء فلو انديكيتر فلو ريكوردر فلو كنترولر فلو ترانسميتر فلو اليمنت الى اخره فلو كنترول بار فلو الارم فلو سويتش فكل الحرف في الاف والفانكشن والفيربال حاطينها البريشر على سبيل المثال نفس الشيء فنشوف الحرف الاول كله بالتي فبريجر انديكيتر بريجر ريكوردر بريجر كنترولر بريجر ترانسميتر الى اخره بريجر الام بريجر سويتش بريجر كنترول فالف بريجر ريكوردنج كنترولر الى اخره كلها تبدي بالتي وبعدين الفانكشن مالته الليفل الليفل مستوى كذلك يبدي بحرف الالف والبار كل تبدي بحرف نفس الفانكشن للمتغيرات وللجهاز الانسترومنت ليفل انديكيتر ليفل ريكوردر وليفل كنترولر الى اخره وعندها مثل اي لان اي متغير ممكن ياخذ هاي الاحتمالات يعني مو بس دني اكو هواية بس يعني الشائعه عندنا هسه ان الاغلبيه الشائعه زين نجي بعد ما خلصنا عرفنا التاج شنو نحط بوسط الدوائر فهاي رموز عالميه مثل ما قلنا والاحرف هاي كل حرف له دلاله معينه الكل تفهمها مثل ما قلنا لغه مشتركه فاذا المهندس هنا ومن يختار ويحط الاحرف يحطها بالشكل الصحيح زين نجي الى اللاين سمبل كذلك اللاين يعني من ارسم بين الدوائر مره منقط مره خط في اثنين مره مثلا خطوط هاي الاشكال هاي يعني انا هل تعني الى السيجنال السيجنال اللي تنقل بين اجهزه السيطره
شنو نوع السيجنال انت تشير اليه. احنا حقيقه فيما يخص بالنسبه لنا ما تتعدى الثلاث اختيارات اللي هي اللي هما اشاره كهربائيه او اشاره هوائيه نيوماتيك او هيدروليك زيتيه. الحقيقه الاخرى تخص موضوع الكهرباء الى اخره. انت دعت لينك هاي الاشاره مالتها الكترومغنتيك او سونيك سيجنال هيك تكون، والكابلري تيوب راح تكون هيك. بس احنا بالشارع حقيقه هو فقط بين الثلاثه اللي هو احنا اما تكون اشاره كهربائيه او قلنا هوائيه، يعني تستخدم بعض يعني كنترولر تروح للكنترول باب الهوائي اشاره هوائيه. زين في بعض الاحيان قد تكون اشاره تخرج من كنترول اشاره زيتيه، يعني مكابس ما مكابس الى اخره تروح لاشاره زيتيه. زين حتى نوضحها من استخدام الخطوط بالمناسبه. طبعا هنا الاشاره الكهربائيه خطوط مناقضه، يعني الخط مناقض. وفي بعض الاحيان قد ما خط منقط او خط يشبه هذا، بس الخط مقطعين يشوفونها خطين. اذا صارت ثلاثه يعني تميز اشاره كهربائيه اللي كتركت. بس الشائع حقيقه هي الخط المنقط هذا. فالاشاره الكهربائيه اما منقط او مثل هذا بس ابو ثلاثه التفركس مو بركسين، لا بركسين نيوماتيك. المهم يعني اخاف هذا مال البروسيس، يعني هذا اللاين اللي يربط بين المعدات يسموه البروسيس بروسيس كونكشن. مثلا اذا اريد نربط بين خلينا نقول رياكتور وديستريشن تاور، هذا الخط الطوخ الاسود هذا خط مال لاين مال يسموه بروسيس لاين، هذا ما له علاقه بالدوائر مال السيطره. دوائر السيطره دائما تاخذ ذنب. هسه احنا كل اللي اخذناه اذا تتذكرون شائع هو فقط الكهربائيه والنيوماتيك الهوائيه، حتى احنا الزيتيه ما استخدمناها لحد هسه. المهم فخلي يكون للمهندس انه اطلاع انه هاي منظومات السيطره وقلوبات مال السيطره، هاي الاشارات المعتمده تكون بالشكل الاتي، يعني اما هذا الخط عفوا الطوخ تكون للبروسيس، الخط اللي يربط بين كونكشنز مال البروسيس هذا بين كهربائي وهذا قلنا النيوماتيك. هسه بعد ما عرفنا هالشيء هذا نروح الى الانستو، هذا موضوع مهم اللي هو الانستومنتيشن، الانسترومنت لوكيشن يعني موقعها. طبعا هنا في بعض الاحيان احنا راح تشوفون مثل ما ذكرنا، ناخذكم شوي ارجعكم للدوائر هاي. هاي اساسا تعمل من حاط دائره هيك حاط ال اي هو ليفل انديكيتر. بس شوي نروح اكثر تفصيل راح نشوف في بعض الاحيان الاي مكتوبه واكو خط يقسم الدائره، خط وفوق مكتوب الاي انا وجه ورقه راح نجيها بالتفصيل هذا الرقم شو. المهم بس خليني انبهك الى شيء، راح تلقى دائره واكو خط هنا الاي مكتوبه بالنسبه الاعلى. اوكي في بعض الاحيان راح تلقى خطين واحد جوا الاخر، في بعض الاحيان تلقى خط بس هذا خط منقط، في بعض الاحيان راح تلقى خطين منقطه يعني مو خطين صلد منقطه. اذا عندك بدون خط، شوف عندك ام الخط ام الخط المنقط ام خطين ام خطين منقط، هذني كلن لها دلالات. يعني من اني حاط بالخريطه دائره بدون خط او راسم دائره بها خط او دائره بها خط او خط منقط، هاي كلها دلالات. شنو دلالات؟ دلالات على الموقع حقيقه وين تريد يكون هالشيء، يعني انا وين اريد يكون الليفل انديكيتر. في بعض الاحيان احنا نحط الليفل انديكيتر على المعده نفسها، يعني مثلا على مثلا عندي خزان مال سوائل واني اريد الليفل انديكيتر هذا ينحط على الخزان نفسه. اكو لا اريد احط الليفل انديكيتر شاشه على بورد والبورد يكون قريب من الخزان. لا والله اريد احطه على بورد والبورد بعيد، يعني كان يكون بورد مركزي. انا اريد احطه على بورد بس مو على الواجهه الاماميه، البورد مخفي. اريد احطه بعيد سنترال بانل بعيد بس مخفي وهكذا.
هاي الدلالات شلون توضحها؟ طبعا بالمناسبة هو ماكو شيء انت توصفه بالكلام، المخطط هو من يتكلم، يعني ماكو شيء بالوصف بالمناسبة بموضوع المخططات لا يوجد وصف بالكلام، يعني بالحكي ماكو شيء. الخريطة المخطط يتكلم، المخطط هو من يتكلم. يعني راح نجي إذن الموقع هذا الوصف قبل شوي وين أنا أريد أحط هذا الشيء، شلون أحسب المخطط؟ فراح نجي إلى الانستمنت لوكيشن. لاحظ إذا أنت الدائرة مالتك كانت بدون خط دا تشير إلى أنه شنو بدون خط معناه؟ معناه الانسترومنت مالتك are mounted on the equipment or in the pipe network. يعني هذا اللي أنت طالبه هنا الـ F recorder مثلا level recorder أو level indicator أنت قابل تريده على الخزان نفسه أو على البايب اللي واصل الخزان أو خادم الخزان. مثال ذلك شوف صار عنده خزان وحاط هنا مثلا على سبيل المثال level indicator، شوف وين حاط على البايب أو على الخزان. فهذا من بالمخطط من عكسه أكتب مثلا LI خط، لأن أنا دي أقصد به إنه يا بترى يعني تعرف وين راح يروح المخطط مالك؟ راح يروح إلى مجهزين يشتروا لك ومنفذين يجون يشدوا لك الأجهزة مالتك. زين وين يشدوا هالأجهزة مالتك؟ أنت خموت سولف لهم مخططة راح تطلع طبعاً بالمناسبة أعطيكم في الصورة. إحنا دنا نتكلم لربما غرّاً على معامل كبيرة. خذ بالك معامل مصارف النفط، يعني أنت توقعت كم مخطط يخرج؟ كبرى هو مصفى النفط توقع أو كم مخطط يخرج؟ آلاف من المخططات تخرج منه. المهندس يقعد يوصف كل واحدة من ذني؟ لا، نترك الكلام إلى المخطط. فإذا أنا من حاط دائرة بدون خط، أنا يعني إنه هذا يا بترى من تنصبوه على المعدة أو على اللاين الموجود. هذا من البداية. إذا instruments that are mounted منصبة on the equipment، إما على المعدة نفسها أو على البايب شبكة الأنابيب اللي واصل إلى هذه المعدة. هاي مثالين أمامكم، سواء على فرجر هذا فرجر indicator وين نصب أنا على المدى هذا المخطط أكيد نحط PI وين أحطه بدائرة فارغة حتى أشير إنه يابا اللي راح يشتري لي إياه وراح كذا راح ينصبه. هذا من يقرأ الدائرة فارغة عرف إنه هذا ترى يريده وين يريده على المعدة نفسه. نجي إلى شكل آخر، لاحظوا هاي دائرة بس حطيت شنو؟ حط خط. فهذا معناها أشير إلى instruments are located on the central control panel، يعني إلى لوحة سيطرة مركزية. شنو لوحة سيطرة مركزية؟ تقول طيب شنو يعني؟ شنو لوحة سيطرة مركزية؟ ما طبعا بس خليكم نبدأ. إحنا المعمل كبير يعني دائما تخيلوا مصفى نفط حتى تيجي أمامكم مش كبرى، يعني مصفى نفط هو أكبر من جامعة بغداد الموقع مالته مساحته بس. أنت في بعض الأحيان طبعا أنت هذا يكون مهندسين تشغيل ويسموه مهندسين مراقبين كذا للعملية التشغيلية. فأنت راح تشوف طبعا أنت مصفى نفط أكيد عندك فكرة عنه، ديستيليشن تاور كل تورات اكستراكشن تاور مضخات مبخرات الى اخره. زين انت في بعض الاحيان تريد المهندس يراقب قاطع كامل مع التشغيل. زين شلون يراقب قاطع كامل؟ هو قاطع مثلا مساحته خلينا نقول تاخذه 2 كيلومتر 1 كيلومتر مربع 2 كيلومتر مربع، شلون يا شيخ يركض وراهن ورا الاجهزه؟ هذا يحطوا له فانل مركزي يم يعني يشمل هذا القاطع. احنا نقول هو مقسم المعمل الى قاطع قواطع، فكل قاطع يحطوا له غرفه ما سيطره. يقعد هناك المهندس يقرا فانل واسع كبير عليهم الارقام مال درجات الحراره ضغط مال التورات هذا، فهو يراقب من هاي الغرفه يسموه سنترال فانل، يعني لو حطت مركزيه. فانت اذا تريد الانديكيتر هذا الليفل انديكيتر او مثلا الفريجر انديكيتر او التمبرتشر يظهر عندك بالغرفه ديتش على البانل المركزي، فلازم بالمخطط تحط خط واحد اشاره منك الى انه يعتبر هذا الليفل
انديكيتر او يعني لا هذا الانديكيتر او الريكوردر حطوا لي اياه وين بالغرفه السيطره المركزيه. هذا لازم يفهموها انه هذا ترى انت تريده وين غرفه السيطره المركزيه. انت مو تقعد تسولف لهم يخابروك وتسولف لهم هذا ويقول لك وين تريده؟ ما في شيء. راح تجي الاف من المخططات. فالمخطط هو قلنا من يتكلم هو يحكي عن نفسه. اذا من حطيت هذا الخط اشاره منك انه تحطوا لي بالغرفه غرفه السيطره المركزيه حتى يراقبوه من هناك. طبعا الخاصيه الثانيه خط شوفوا هذا الصلد مو منقط. اذا حط صلد ما منقط معناه فرونت ماونتد يعني فيزبل تو اوبريتر يعني مرئي تحطه يعني معناه شنو؟ نحطه على اللوحه الاماميه. يعني اشوف هذا كله فرونت ماونتد يعني انت هذا تقرا على التلفزيون لو تقرا مثلا ما درجات حراره شوف هسه امامي هذا موجود بانل مركزي على لوحه سيطره واوامي دا اقراه اذا هو فيزبل مرئي بالنسبه لي. شوف هذا عم اقرا خلينا نقول وات ايفر هو هنا موجود اقرا تيار وطيء اقرا حراره ضغط لبل اي شيء وات ايفر زين بس هو مرئي امامي فيزبل اعطينا خط يعني هذا اريده اني يبين على سطح اللوحه. هذا شوف خط المنقط معناه اني عرفت اكو خط هو سنترال كنترول بانل وبما انه صلد فاذا انا حاطه يعني امامي فيزبل مرئي راسا اشوفه. اذا هذا كان الخط مو صلد منقط اللي هو مثل اي شيء حاله نفس الشيء تحط خط واحد معناه يريدك شنو سنترال بانل مركزي لكن المنقط ايش يعني رير ماونتد يعني موضوع بالخلف. يعني شو الموضوع بالخلف؟ لحظه انا ما اريد بالوجه مال البانل اريد مخفي يعني افتح الباب واقرا يعني افتح الباب واقرا مو مثل هاي الحاله قبل شوي هاي الحاله ما بدي افتح الباب هو موجود على الوجه فحطيت خط عدل بينما ذاك لا يفتح الباب حتى ربما الطالب يقول زين هو ليش حاط مختله ورا الباب يحطك حطك كل الحطه اللي قدام شنو الحكمه من عنده؟ ها شنو الحكمه؟ الحكمه الاتي طبعا انت دائما خلينا نقول الاتي انت مو من طبعا البانل ايش بيكون؟ هو انت محدد بمساحه معينه يعني انت البانل مثلا طبيعي حتى تكون انت مرتاح بقرايته وكذا هو ارتفاعه مترتين والعرض ماله متر ونص هسه مترتين وشويه مترتين خلينا نقول اكثر من هذا ما يحطون يعني شيء بعد البانل زين انت عندك ربما 50 تصل الى 70 element تحطهم هل يكفي انت هاي ال 70 و 100 element كل انت على الواجهه ما يكفي ما يكفي اذا على الواجهه لازم تجيب لك بانل عريض كلش زين هذا اول شيء معناه هذا غرفه عريضه وبعدين هو هذا ثلاث مهندسين يمكن يوقفون يراقبون فانت شو يقولوا لك؟ يقول لك يابا انت اوكي انت محدد احنا مساحه بانل محدده معينه. انت شنو المهم عندك؟ يعني شنو شنو المهم؟ يعني شنو اللي دائما تريد العين عليه تراقبه؟ المتغير المهم، مثلا على سبيل المثال انا خزان يخزن سوائل وعندي ليفل انديكيتر زين يعني بدي اسيطر على الليفل مالته مثلا خزان هو هيوج وبي خلينا نقول فد خلينا نقول شنو 50 متر مكعب داخل 100 متر مكعب وهذا بي ليفل زين يعني شنو؟ يعني هل احتاج انه كل خمس دقائق اخذ الليفل مالته؟ لا هذا ممكن يجوز انا في بعض الاحيان بالثلاث ايام اروح اقرا الليفل مالته بالاسبوع يجوز مره اقرا الليفل مالته هذا مو مهم يعني انت تشوف ان دائما قرايته مهمه يعني بحيث يقعد المهندس دائما صاحب على الليفل يشوفه هذا مو مهم ايش يقول لك قول له هذا حطه والله لي ورا الباب لان هذا بالاسبوع وحده يعني فانت ايش يصير؟ حط خط منقط تقول لهم لا هذا خط منقط هذا مو مهم يعني مو مهم انه انا اشوفه دائما حطوا لي اياه بالداخل الان كل ثلاث ايام في الاربع تيجي تفتح الباب وتقرا الليفل يعني سجله خلاص مثلا درجة حرارة مال ريكتر هو ريكتر شغال درجة حرارة أكيد مهمة يعني تجوز أي ارتفاع درجة الحرارة يأثر عندك
يسبب لك حادث الى اخره. فانت شنو لا تقول هذه ارضيه بالوجه تحط له، يعني دائما مهندس مهندس التشغيل دائما عينه عاليه حتى يقدر دائما يشوف درجه الحراره مستقره مال الريكتر ولا لا، الضغط وهكذا. اذا ما معنى خلاصه الكلام انه الاشياء المهمه اللي تعتقدها يعني مؤثره ومهمه ولازم العين عليها تحط لها خط واحد، واذا لا وضع يعني كل ساعه اقراها تقول لي احط لي على مود شويه احنا نقتصد المساحه مع البانل الموجود. المهم نجي الى شكل اخر، تلاحظون هذا ركزوا دائره وخط افتهمناها، الخط معناه حط لي على السنترال، هسه خط صلد حطي امامي، هسه المربع نوبه شنو هذا؟ هذا المربع معناه انه هذا الاليمنت هسه يقول مثلا تمبرتشر اليمنت او تمبرتشر ريكوردر، هذا معناه شير مشير ويا اكثر من حلقه يسموه دي سي اس، يعني ديستريبيوتد كنترول سيستم دي سي اس، بنظام الدي سي اس مشير. شنو معناه مشير؟ اذا فهمت المهندس السعودي فكرة شنو مشير مثلا؟ خليني اقول لكم الاتي، اضرب لكم مثلا، خلينا نقول انت عندك ديستليشن تاور، انت تعرفون ديستليشن تاور جزء متكون من 17 صينيه، هذا التاور كلش عالي، وين انت 15 متر عندك الارتفاع ماله 20 متر. زين انت اكيد على كل صينيه حاط انديكيتر تثبت درجه الحراره كل صينيه، انت حسب التكرير هذا التاور مال التكرير هذا كل كبير بعده صواني، وعلى كل صينيه لازم تقيس درجه الحراره. زين وعندك فوق كوندنسر وبرودكت تقيس درجه حرارته، عندك جوا بويلر تقيس درجه حرارته، فانت راح تلقى مثلا عندك فد 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 30 تمبرتشر انديكيتر. زين انت شنو هسه؟ انت تجيب بانل جوا تحطه يم الديستليشن تاور وتحط لي 30 حتى تدور 30 انديكيتر مال تمبرتشر 30 شاشه مال الحراره، هسه انت حتى انت راح تدوخ شو توجد منها. فشو يسوون؟ يسوون لا هم يحطوا لك انديكيتر واحد بس بي شانل بصفه بارقام، يعني شانل بارقام مثلا مثلا ارقام من واحد الى 30 دقم من واحد الى 30 بس هو انديكيتر واحد. تدوس ثلاثه يقرا لك مثلا رقم درجه الحراره، تدوس اربعه شانل رقم اربعه يعطيك درجه، هذا الشانل يشير الى الموقع ماله، اذا مثلا رقم واحد ثانيه رقم واحد، دوس دقمه اثنين معناه بيقيس لك صينيه رقم اثنين. شو هو نفس الانديكيتر استخدمته لقياس درجه حراره مال الصواني كلها مال البرج كله، حطيت قسمته يم شانلات يعني دقم كل دقمه تشير الى موقع، هذا يسموه شير يعني مشترك، يعني انت انديكيتر واحد بس شيرته على كل شنو كل البرج مال الديستريشن، بس حطيت بصفه شنو دقمه شانل يعني واحد اثنين ثلاثه وهكذا. زين حتى لما تجي الموقع رقم اربعه تحط رقم اربعه فيطلع لك مال صينيه اربعه وهكذا. فاذا حط فانت شو تقول اذا انت يمك القرارات تحط هذا المربع ومعناه ابد يرضاك ترى صحاني كتبت لك دائره بها خط اريده بالسنترال بانل وخط صلد معناه امامي قلنا فرونت مونتد مرئي فيزبل، هالمره اريد مشير يعني يخدم اكثر من عمليه، هذا معناه. اذا دي سي اس نوع دي سي اس يعني داخل الديستريبيوتد كنترول سيستم، يعني هذا معناه اريد مشير دي سي اس يعني يخدم اكثر من لوب، هذا معناه. شوف هسه مثلا هنا انت حاطط هذا سنترال بانل مثلا عندك انديكيتر هنا، بس هذا الانديكيتر هو يقدر منه يجي المسيطر يدوس رقم واحد اثنين ثلاثة، هو هذا كل ساعة الشاشة تتغير عنده، ومعنى هذا مشير هذا الانديكيتر مشير يقيس لك مثلا عدة مواقع درجات الحرارة فدي سي اس. هسه ننتقل إلى رمز آخر اللي هو أبو الخطين، هذا أبو الخطين ايش فيه؟ هسه هنا مثلا تي اي واكو خطين، ايش تعني انت بالخطين؟ بالخطين يعني كذلك على تنل، بس هذا تنل مو مركزي،
لوكال. شو كلمة لوكال؟ يعني تحطه بصر يم المعدة. يعني تشون قبل شوية خل نرجعكم على الثوار، هذا برج التقطير. برج التقطير طبعا برج عالي وعليه هواية منظومات سيطرة، هواية انديكيترات، هواية مال درجات حرارة، مال ضغط، مال لبل، مال فلو، متروس. زين انت شو تسوي لهذا؟ زين فمو كل هن ماونتد اون ذا اكوبمنت. زين بل انا عندي هاي الصواني فوق، كل تعرف صاعد انا على البرج ودخلت الحراره فوق، لو اخذت ضغط لو انزل ويقولوا لي ها ايش قد ينادون بالجهاز، زد الحراره الثانيه وارفع على الشلفه، هو البرج 20 متر وبر انا اركض درج انزل واصعد على الشلفه. شو يسوون؟ هاي المعده مو مال واحد يحطها واحد يصعد ينزل، لا هذا يحطون بصفه بانل، صف يعني قرب الديسبليشن بانل، بانل يعني لوحه مال سيطره، ويحطون الانديكيتورات كلها في هذا البانل حتى انت ترجع تقراهم، ما تدعي تشلبه وتصعد وكل ساعه صاعد درج وما ادري شنو. فيسموه لوكال، مو سنترال مثل ذاك، ذاك سنترال بغرفه بعيده يسيطر على قاطع كثير، انت تعرف مال هذا البرج فقط. زين يحطوه سنترال جزء برج وصفه فجيه مات مهم، فتحط بانل يمه وتقدر شنو تقرا كل الشغلات تخص هذا البرج عن طريق هذا البانل الموجود يمه. فلذلك يسموه لوكال، لوكال موقعي يعني موقعي، لوكال بانل يعني صف الاكوبمنت. زين فتحط خطين معناته اشاره منك اريد هذا ينحط بانل يم الجهاز. هسه ليش حطيت البانل؟ اما لعددهم كثره عددهم، او هذا يكون الكوبن كبير جدا مو مال كل ساعه اصعد وانزل اصعد وانزل وما ادري شنو. طبعا نفس الشيء هسه اذا خطين صلد هو فيزبل، واكيد اذا منقطات وين احطه؟ لي جوا يعني لا افتح الباب يعني ورا الباب. شوفوا صار الخطين يعني انا احطه ورا الباب يعني لعل افتح الباب يلا اقرا. احنا شرحنا ليش هسه اكو امامي واكو خلفي، لان هذا ما يكفي، قلنا شنو ما يكفي احط كل شغلات هنا. زين فاضطر كل قسم اللي قلنا مو مهمات انه انا اراقبه كل ساعه اطاجنه خلف الباب، وهي كلها انت من تقرر يعني المهندس من يقرر. تحط خطين يعني قلت له حط لي اياه امامي، تحط خطين منقطه يعني تقول له حط لي اياه خلفي ورا الباب، ماكو مشكله. زين يعني لخصوا لكم اياها، ها كل اللي شفتوه انتم لخصوا لكم اياها بالجدول. اللي بدون اي شيء هذا على المعده يسموها فيلد ماونتد، يعني الوصف مالته على المعده وعلى البايب. اذا ابو خط واحد لازم سنترال، سنترال بانل يسموه سنترال او ريموت بعيد يعني بانل بعيد سنترال، وفيزبل يعني مرئي، فيزبل يعني فرونت ماونتد فرونت امامي فيزبل للقاطع. اذا نفسه بس منقط نفس الوصف هذا اما ريموت بانل او سنترال بانل بس رير ماونتد يعني خلفي انفيزبل غير مرئي. ابو خطين هم تريد على بانل بس هسه مو ريموت بانل مو سنترال وانما لوكال، لوكال بانل او اوكسيلري يسموه. هاي التسميات يعني انا اقول لكم اياها فاسم شوف لوكال هسه اوكسيلري، اوكسيلري مساعد يعني بانل مساعد يساعدك يعني صف المعدة يسموه auxiliary control أو local control panel. وبما أنه solid فهو front mounted أمامي يعني visible للأوبريتر. إذا منقط لا invisible هو هم auxiliary control panel بس rear. وإذا أي واحد من دول حطيت له مربع فده تشير إن هذا ترى مربوط بالدي سي اس يعني مشير يقرأ لك أكثر من loop. هسه صارتكم فكره راح اشوف انتم راح تشوفون دائما بالخط انه فارغ مره خط مره خط منقط مره خطين مره خطين منقطه مره هالشكل هذا، فكلها صارت شنو هسه ذات دلاله ومعنى. شفت؟ فاذا من اقرا المخطط اصبح ذات دلاله ومعنى، من اقرا بدون افتهم شو يقصد المصمم. زي من اقرا بخط اعرف لازم شو يقصد المصمم من يجي يصمم المنظومه وهكذا الى اخره. ست ساعات اقترح انه ناخذ ريست
نعم 10 دقائق يعني بالعشرة وربع ونعود الجزء حتى نكمل المحاضرة حتى ناخذ الاستعداد إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نستأنف المحاضرة مال اليوم بعد ما أخذنا فد شرح عن الرسم والوصف للأنواع اللاينز وأنواع الدوائر وشلون كل قلنا كل دائرة ولها وصف معين إلى آخره. هذا فد مثال بس أمامنا. إذا نشوف عندنا خزان هنا بي إذا نلاحظ تبي خزان تسخين واضح لأن عندنا يدخل بي فلوريت معين ليكويد درجة حرارة تي 1 وكو تسخين إليه يأخذ بحرارة تي 2 وإحنا مسيطرين على درجة تي 2 والمتغير المعالج اللي مربوط عليه تسمى مسيطرة هو الكيو. كذلك أكو منظومة سيطرة على الليفل مالته يعني إحنا الخزان هذا الليفل مالته ما يقل مسيطرين عليه منظومة أخرى ومتغير المعالجة هو إلا تفلوريت نفسه متغير المعالجة هو إلا تفلوريت. فإذا عندنا كم منظومة كم لوب ما تسيطر عليه؟ عندنا لوبين ما تسيطر على الخزان، لوب يسيطر لي على الحرارة الخارجة ولوب يسيطر لي على مستوى الليفل الداخل الخزان. هسه احنا هو بالمثال في التدريب للطالب يقول لك اوصف لي اللي كل حلقة من الحلقات اوصف لي اياها احكي لي هاي شنو. طبعا عدد اللوبات اثنين لين واحدة للليفل واحدة للدرجة الحرارة. اذا نبدي بالليفل شنو ال اي ليفل اليمنت شنو ال تي ليفل ترانسميتر دول اثنيناتهم وين قلنا فيلد ماوندد يعني اون ذا اكوبمنت من الرسم مالته. نيجي على ليفل انديكيتر ليفل انديكيتر هذا وين موجود وين تريده موجود هذا واضح المهندس اللي صمم لي هاي اللوب وين يريد هذا الليفل انديكيتر الشاشه وين يريده تنقريب سنتر ريموت بانل قلنا سنتر بانل او ريموت بانل يعني في بانل مركزي زين. وهذا المربع على ترى مشير يعني هو ده يخدم اكثر من عمليه يعني قيس لي اكثر من ليفل اكثر من كوبمنت يعني مشير ويا غير كوبمنت راح ينحط بالسنتر بانل هذا معنى زين. هذا اقرا ليفل ريكوردينج كنترولر الخطين ايش تعني معنى هذا تحط لي وين على بانل لوكال يعني بصف الاكوبمنت صف الخزان اكو راح نسوي بانل زين ونحط هذا البانل عليه فيزبل لو انفيزبل فيزبل اريده فرونت ماونتد يعني مرئي لان ليش شو عرفت هذا المهندس يريده مرئي لان اللي خطين صلد مو منقطه زين. هذا شنو كان نيوماتيك كنترول فالف يعني صمام سيطره هوائي اذا الاشاره طالعه شنو هوائيه هذا اذا. بالمناسبه اذكركم انا مره ذكرت على السريع انه صمامات السيطره في قسم هيدروليكيه وهي ما كل شيء استخدمناها وجماعه الميكانيكا اكثر شيء يستخدمونها. طبعا احنا صراحه نوعين يا اما الكتريكال يعني صمامات الكهربائيه يا اما صمامات هوائيه. الصمامات الهوائيه هي اللي تجيها اشاره هوائيه يعني تشتغل السد وتفتح على الهواء يسمونها نيوماتيك لان تجيها اشاره هوائيه. الكهربائيه سولينويد فالف سولينويد فالف يعني صمام كهربائي تجي اشاره كهربائيه. طبعا شكل الرسم مالته مو هذا راح يجينا بمثال موضح بمثال جاي راح ناخذه شكله شلون يرسم هو مثل هذا بس هنا مربع وينكتب اس سولينويد فالف يعني صمام كهربائي. فاذا سولينويد فالف فالكنترولر يرسل له اشاره انه كهربائيه يعني خط منقط مثل هذا هذا طبعا. اذا وصفت الدائره الاولى اجي اوصف الدائره الثانيه هذا شنو تمبرتشر اليمنت هاي وين يريدها فيلد ماونتد هذا تمبرتشر ريكوردر وين يريده يريد ريموت بانل او فرونت ماونتد يعني فيزبل خط ذي هذا شنو تمبرتشر انديكيتر يريد على شنو لوكال بانل وفرونت ماونتد فيزبل للأوبريتر. هذا التمبرتشر كنترولر فيلد ماونتد وهذا نيوماتيك كنترول بال والاشاره رايحه هواي هاي وصفت عرفت شفت اني مجرد هذا امام الرسم
زين هذا لو جاي مثلا تخيل انت مهندس اجاني وطاني هاي الخريطه وقال لي يابك انت روح بعد هاي روح اشتري لي جهز انا يعني ابو شركه هسه انا ابو شركه مثلا اجهز الاجهزه ذن المالات معدات السيطره انا اجهزها زين ف او مثلا منفذ اجي شركه اجهزه وانفذ بالموقع عفوا ما في داعي اخابر المهندس هذا وين تريده هذا وين تريده ماكو هو المخطط حكى نفسه انا هسه اتهمت هو ايش يقصد هذا يريده على المعده هاي على المعده هاي مشيره ويريدها بريموت بعيد ريموت بانر هاي لوكال بانر زين ويريدها للامام يعني مو رير مو مخفيه بالواجهه زين وهذا كنترول باب هوائي هاي كو انا شوف انا قريتها يعني انا افتهمتها كلها ماكو داعي اتصل بالمجهز وكل ساعه بالمهندس اللي يصممه كل ساعه خابره هذا ايش تقصد بيه ايش تقصد بالتي اي ايش تقصد بالتي ار وين تريد احطها ماكو احنا قلنا ماكو سوالف المخطط يتكلم هو المخطط هذا المفروض انت من تصمم المخطط يتكلم انت تخلي المخطط مالتك هو اللي يحكي عنك اوكي هذا هسه شفت انا امامي منظومه ما السيطره عرفت اقراها وافتهمت هو ايش يقصد زين نجي الى موضوع اخر اللي هو حقيقه الانسترومنت نمبرنج ترقيم نعم موضوع الترقيم جدا مهم ليش الترقيم مهم ليش طبعا الترقيم اصبح كلش طبعا بالمناسبه اهميه الترقيم احنا تبرز من عندنا عدد كبير من هاي الانسترومنت وبالتاكيد احنا بنتكلم على معمل كبير عدد كبير راح يصير بالالاف من هاي الانسترومنت زين انت شلون راح تسيطر عليهم بالعطل بالصيانه تريد تقرا يقول لك اقرا لي انت شلون راح تسيطر عليها الاف 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 مؤلفه من هاي الانسترومنت معمل كبير جدا بلانت كذا تحتاج الى ترقيم تحتاج الى ترقيم هاي ال شو اسمه حتى تصنفها والترقيم هذا الى دلاله يعني مو بس توضع ارقام الى دلاله الترقيم يدلك على فد شيء من تقرا يدل دلالة. يعني شنو الدلاله يعني خلينا شوي نخرج عن موضوع السيطره نحكيكم على فندق ضخم اوكي فندق ضخم في خلينا نقول 15 طابق وكل طابق اكو 50 غرفه يعني تتوقع انت هسه اذا تروح للاستعلامات تحجز الفندق يعني يقعد يوصف لك اصعد على الطابق الخامس وامشي وروح على غرفه فد احسب سبع غرف بالثامنه طب اكو يعني حد في اليوم سامع شيء يعني هيك يوصفوها لو انت تحتاج فقط تعطي رقم دائما الارقام من تكونه من غرف مال الفنادق من ثلاث حروف بس هاي ثلاث حروف عفوا ثلاث ارقام ثري ديجيت بس هاي لها دلالتها يعني مثلا انت مثلا دخلت الفندق مثل ما حكينا طلع قال لك روح الغرفه 413 رحت الغرفه رقم 400 رحت اللي جاب بالك ال 413 بها طابق بالطابق الرابع زين بدت باربعه 400 بعدين هو الطابق الرابع 17 تسلسل غرفه 14 13 قلت العفو اذا تسلسل غرفه 13 هو 13 مو فش رقم خلينا نرجع ل 17 غرفة 417 إذا أنا افتهمت أنه أصعد للطابق الرابع وأبدي أحسب بالغرف والغرفة راح تكون هي رقم 17 تسلسل يعني هاي شوف أنا ليحكي بالاستعلامات بس الثاني رقم الغرفة عرفت أنا رحت مو تمام نفس المعنى هنا بالستومة صارت عندك هواية أنت ما معقول إذا عطى الواحد يتسوي الصيانة إذا تدز واحد الفني تدز على فد انسترومنت معين روح صلحها شلون تروح توصل له يعني شلون توصل له شو تقول له روح لهناك واوقف يم الديستليشن تاور وخذ على ايدك اليمنى ماكو شيء انت بس تعطي الرقم هو يروح يركض هو يركض على يعرف ايش تقصد اذا هاي اهميه الترقيم لازم نترقب زين هسه هل الترقيم نعم ستاندرد الترقيم ستاندرد قياسي كل معروفه بالعالم كله زين هل يوجد نمط واحد من الترقيم؟ الجواب لا بالحقيقه اكثر من نمط حسب كبر المعمل الكبر المصنع
اكو مصانع كبيره كما هاي معامل النفط، معامل التصفيه، معامل خندق صناعه النفطيه، انتاج النفط، التكرير، الى معامل كبيره كلش. فيقسموها الى زونات، زون مثلا تخيل انت عندك معمل كبرى مساحته بقد جامعه بغداد، هاي يقسموها الى 5-6-10 زونات لسهوله السيطره عليها، ويعطون كل زون رقم. خلينا نقول مثلا الخوارزمي، العلوم السياسيه، معهد الهندسه الوراثي، وهاي اليمن، هذا الزون رقم واحد. نجي على كليه الزراعه بصف الطب البيطري، هذا الزون رقم اثنين. حتى يرقمون انت بالك يعرف وين يروح. فهسه راح نجي هاي المعامل الكبيره لازم ترقم، راح نجي على تفاصيل التقنين. بس اذا كان المعمل صغير ربما نمط الترقيم يكون ابسط، نمط الترقيم راح يكون بس خلينا نتعلم على الستاندرد اللي هو للمعامل الكبيره. نشوف كل انسترومنت يحمل هذا التاج اللي هو 3 حروف. احنا تكلمنا عن الحروف Level Indicating Controller، يعني احنا الاكس والواي زد شرحناها، هذا فيريبل اول حرف الاكس الفيريبل في تمبرتشر في بريشر الى اخره. الواي قلنا الفانكشن Indicating Recording Controlling Wire. الزد قلنا الانسترومنت السي كنترولر، الاي اليمنت الى اخره. تكلمنا عليها بجدول حطينا لكم جدول. هسه احنا ما يهمنا الارقام فقط، هاي الحروف فقط ديجيتس. لا شوف ال NRR 3 ديجيت، هاي ال NRR هو الرقم مال الانسترومنت، يعني 104 205 324 782. زين هاي هذا الرقم مال الانسترومنت. شوف NRR هو الرقم الانسترومنت، هذا الرقم حقيقة شلون ضربتكم مثال مال الفندق قلنا 417 بالضبط، هذا 417. هذا الرقم متكون من جزئين، الديجيت الاول دائما يشير الى الزون، رقم الزون الموجود بيها. شلون قلت لكم الخوارزمي والعلوم السياسيه والزون واحد، فاذا لقيت رقم قريت الاستروم 100 مثلا و4 انت لازم تفهم بالزون رقم واحد. الاربعه الافق هذا تسلسلها، يعني تسلسل الانسترومنت بالضبط مثل الغرفه 417، الاربعه تشير للطابق وال17 تسلسل الغرفه بالطابق نفس الشيء. هذا يتكون من يعني هو رقم الانسترومنت يتكون من بارتين، تو بارتس. البارت الاولاني الديجيت الاول واحد يشير الى رقم الزون يا قطاع هذا المعده موجوده، والار ار تسلسل مالت المعده نفسها. فاذا الجزء الاول الان زون نمبر بالبلان، والار ار هو يشير الى التسلسل، يعني السيكونس مال من؟ مال الاكوبمنت، السيكونس مال الاكوبمنت. زين هسه اذا عرفنا الكرف هذا محجوزه، هذا عرفته الرقم مال الانسترومنت، وهذا يشير الى الزون، وهذا يشير الى التسلسل مال الاكوبمنت. بقى الار ار شنو؟ هو الكنترول لوب نمبر. طبعا قبل شوي اذا نروح المثال قبله هذا، هذا كم لوب هنا؟ لوبين. فهذا ربما اقول لوب رقم واحد، فاذا كلهم ياخذون شنو؟ يعني ياخذون رقم واحد، هذا لوب رقم اثنين، اذا ياخذ لوب رقم اثنين كلهم لن ياخذون او 2، يعني هنا هسه هذا اذا رقم واحد يعني او 1، يعني كلهم ياخذون او 1، يعني بنفس اللوب. هذا كله O1 على اللوب، هذا اللوب رقم 2 اذا O2 بالالغ يعني تقصد. اذا هذا يشير الى يعني جزء المعده عليه 5 لوبات او 20 لوب ما سيطره. فانا بسهوله حتى اوصل مثلا عطل التي تمبرتشر انديكيتر عطل هندسه ولا صيانه من رقم ما اعرفه هو بيا لوب، لان يعني انا 20 جزء 20 لوب بيها تمبرتشر انديكيتر على منو بيا العاطل. فمن يقول لي بلوب رقم 5 هسه نروح على ذيك اللوب، عرفت انه هذا يخص هاي اللوب رقم 5 زين بروح عليه. المهم فاذا انا عرفت انه ذني حكينا عليه الحروف اللي هو مثلا على سبيل المثال ضربت لكم مثال هنا مثلا عندنا تي ار سي تفهم من اكس واي زد تفهم تمبرتشر ريكوردينج كنترولر. هسه نجي على
الارقام، الارقام كم ديجيت؟ 5. شوف اول ثلاثه قلنا الرقم مالته هو 105، واللوب رقم ايش قد؟ 20. باللوب رقم 20. اذا هنا انا 105 رقم الانسترومنت، واللوب باللوب ال 20. هذا ال 105 قلنا بدلالتين، تسلسله والزون. الزون يا زون رقم واحد، قطع رقم واحد، هذا واقع اللوب، وتسلسل الانسترومنت هي 5. فشوف هذا، اذا هذا دلاله الرقم راسا سواب، عمليات الصيانه، الشراء، التنصيب، التنفيذ. ما اقول يعني هو عندي انا الف تمبرتشر ريكوردر، انت هذا راح يجهزني شلون انا شلون اوزعهم؟ ما ادري انا يعني قبل اقعد اكتب القلم عليهم ماكو شيء. هذا يجيني هيجي عليه رقم، حتى بالشركه يحط هذا الرقم. ليش؟ حتى يطابقه ويا الخريطه. عاد من يجي المنفذ ما يدوخ ويسالك، هو راسا عرف هذا، عرف وين يحطه بمكانه. اذا هذا الرقم شوف اصبحت له دلاله. اذا تكون مهندس اذا يجيك خريطه وقرا هذا الرقم، ان عرف دلالته، عرف انه هو 105 رقم الانسترومنت، اول مره عرف هو شنو تمبرتشر ريكوردر ريكوردنج كنترولر، وعرف ال 105 الرقم مالت الرقم الانسترومنت، وعرف اللوب رقم 20 زين. وهاي ال 105 يعني بيها قطع رقم واحد، وتسلسل المعده شنو؟ الخامس. هذا هو بالحقيقه الوصف مال هاي الدائره. يمكن انا حاط اكسرسايز هنا، هذا اكسرسايز يمكن انت خليتوا مثلا شاركوني، يمكن الست اسراء وياسمين راح يشوفوكم بالتشاتنج. اذا نحكي على البي اي سي، اريد طلابي يقولوا لي هذا شنو، من يشوف هاي الدائره شفته من، خليه يوصف لي اياها هاي الدائره شفته منها. بي اي سي شنو البي اي سي؟ هنا أنا. إذا أحد من الطلاب يحب يشارك، إذا يشارك يكتب بالشات أو يحكي عادي ماكو مشكلة، يحكي أو يشارك خليه يحكي. شنو البي آي سي؟ احد من الطلاب عرف شنو البي اي سي؟ لحد الان ما حد كتب دكتور، بس ما عرفه وما جا. احد عرف من الطلاب شنو البي اي سي؟ شنو ال اس؟ شنو الاف اي؟ شنو التي اس؟ وهي الارقام اللي جوا؟ حسنين اي اوكي احكي. احكي حسنين. تفضل حسنين. اي وحده من عندهم حلها. الو اللي راح يشارك راح نعطي درجات زايده. اوكي حسني نكتبها اذا صار فيها مثل قطع مو فد اشكال، اكتب لنا اي وحده من عندهم ال بي اي سي او ال ال اس اف اي. رسل اوكي رسل، تفضلي رسل. تفضلي رسل اسكني. اوكي رسل كتبي، يمكن الانترنت ضعيف اليوم. يعني انت انا حسيت كاتب اوكي شفته، يعني هو عرفه بين نفسه لو شنو؟ هو راجي يحكي حسنين بس الصوت لما يقطع دكتور، فراح يكتب بس. رسل كذلك هم راح تحل وحده. ايه نعم. اول وحده شنو؟ آه
رسل صح بريشر بس مو انديكيتر انديكيتنج كنترولر بريشر صح انديكيتنج كنترولر اي شو على ارقام الجو شو نمبر 345 نمبر ايش جيت الزون حتى لو كنت فيها وحده واقفه فوق الثاني زين يا زون زون واحد زون ثلاثة الزون هو أول رقم على اليسار رسل زون ثلاثة القطع رقم ثلاثة جروب 10 صحيح جت تسلسل المعدة هاي الكنترولر هذا كتبتها بالبداية دكتور كتبتها بالبداية 345 345 هذا الرقم تسلسل 45 اوكي الاخرين عدم مشاركات الاخرين حتى اذا واحد اذا يتكلم يفتح صوت شيء هلا علي ايه تفضلي هلا ثاني واحد نعم اوكي ليفل سويت صحيح صح رقم 255 زون 2 صحيح صح أشتري صحيح ثالث ثالث من راح يشارك بي الكتب بالانجليزي صحيح فلو الارم جيد اي فلو الارم يكمل النمبر جيد زون ايه صحيح عشرين صحيح يلا بقى اخر واحد غير شنو هذا قلنا ما عندنا يعني الحرف الاول يصير فيريبل هسه احنا اليوم قاس ترانسميتر في مو الترانسميتر احنا دائما نشيل الفيريبل والتقييم اما بريشر تمبرتشر ليفل بي اتش قلنا التي ال من دائما تمبرتشر سويتش صحيح
سيم سيتويشن نمبر 109 صحيح. صحيح لا خطأ اي صحيح زون 2 زون 2 صحيح واللوب زون 2 اللوب ايش قد اللوب 16 صحيح وتسلسل معدة 9 تسلسل معدة 51 55 45 صحيح. اذا هذا اكسرسايز وكان هذا الديسكريبشن رأسا افتهمته. طبعا بالمناسبة كل هندني ان على ال ريموت بانل او سنترال بانل وفيزبل لان كلها خط شوف دائره دائره وخط خطوط وخطوط صلد يعني حتى الوصف يكمل. المهم نستأنف المحاضره زين الطلاب مركزين عندنا بالمحاضره استوعبوا يعني التقييم والدلاله مال التاجات. نجي الى اكزامبل هنا الاكزامبل يقول consider the storage tank storage tank below اللي هو تيميا واحد وهو حتى الخزانات ان ترقم يقول تتمعن بهذا الليفل تانك اللي هو يخزن سوائل تي 101 بلو كونستراكت سوينا يعني صممنا ورسمنا كنترول لوب سوينا عليه كنترول اكوردنج تو ديفاين يعني وفق هاي المواصفات اريدك ترسم لي اللوب. شنو اللوب؟ اول شيء بدي اسيطر على الليفل على الاتش هذا ليكود ليفل كان بدي اسيطر على الليفل هنا الليفل اليمنت اكيد راح نحتاجه ليفل ترانسميتر ليفل انديكيتنج ليفل انديكيتر لوكيتد اون ذا اون ريموت كنترول بانل وفيزبل اريده يعني معنا العفو ليفل انديكيتر اريده على ريموت بانل واريده فيزبل يعني امامي ويريد ليفل ريكوردينج كنترولر المشير ويا دي سي اس يعني ضمن distributed control system pneumatic control valve يريد الكنترول valve هوائي وهو قطع رقم 2 زون رقم 2 اللوب رقمها 4 وليبل each instrument with a number 16 والتسلسل مال كل وحده من دني هو 16 اوكي وفق هاي المواصفات انا راح انشئ اللوب هنا على هذا دي مثل ما تتكون اللوب من element level element وليفل ترانسميتر وليفل انديكيتر مواصفاته موجوده الليفل ريكوردينج كنترول مواصفاته موجوده ويريد الكنترول فالف هو النيوماتيك ومطينا الترقيم هذا يخص الترقيم معلومات الزون 2 تسلسل اي معده 16 واللوب رقمها 4. طبعا بالمناسبه اذا ما اعطي مواصفات مثلا هنا ما عندي مواصفات من ما اعطي مواصفات عفوا انت مخير تحطه شو ما دعمتوك لك الخيار اوكي حتى حل هاي لاحظ حطيت اللوب طبعا كنترول باب متغير المعالج هو الكيو الداخل هذا الاليمنت ليفل اليمنت وهنا عندي الليفل ترانسميتر عندي الليفل تم العفو هذا ليفل وليس تي ليفل انديكيتر وليفل كنترول ريكوردينج كنترول مثل ما طلبه هو لو نجي وهذا النيوماتيك طبعا اكيد اشاره هوائيه تروح للكنترول باب مثل ما نجي على الترقيم ايش قال لي قال لي شوف اللوب نمبر 4 يعني او 4 يعني توجد هي محجوزه اللوب نمبر فاو 4 الزون 2 يعني دائما كل الترقيم يبدا ب 2 والتسلسل ما دني ذاك هو 16 فراح يصير 216 او 4
شوف إذن هذا الزون تسلسلها المعدة 16 واللوب رقمها 4 فوضع هذا التقييم نضع هذا اللوب هنا الوسط قال لي الليفل انديكيتر اريده شنو بس انا شلون سمته حسب ما هو طلب مني قال لي اريده فيزبل وريموت كنترول الريموت كنترول بانل على ريموت بانل يعني سنتر بانل فاذا بخط واحد وفيزبل يعني خط صلد مو منقط فاذا رسمت شنو رسمت خط صلد مو منقط هذا شنو شوف هم على ريموت كنترول بس قال لي اريده دي سي اس يعني مشيه فعطيك شنو مربع حسب ما هو طلبه قال لك هذا فانكشن دي سي اس فعلا شوفوا استم ثاني طبعا اللوب رسمته وفق هاي المواصفات اللي هو الثاني اياها رسمت اللوب اللي توجد على هذا الجهاز ناخذ اكزامبل اخر كونسيدر ذا بريشرايزد فيزل هذا خزان ضغط زين يدخل لغاز وينضغط بضغط نريد نحافظ على ضغط معين للغاز هنا بس هو طبعا اذا زاد الضغط عن حد معين خلينا نقول على سبيل المثال يعني غاز 50 بار نخزنه ستوري 50 بار لكن اذا زاد عن 50 بار لازم الفاف التنفيذ هذا يسموه ريليف فاف يعني تنفيذ لازم يفتح الى ان يصير الضغط هنا يوصل 50 يرجع فيسموه تنفيذ يعني ريليف فال يعني صمام تنفيذ هو شو يقول كونسيدر ذا بريشرايزد فيزل في 101 كنترول لوب تو شو ذات سولينويد فالف قلنا سولينويد فالف هو صمام سيطره كهربائي سولينويد فالف واشوف الرسم شلون يختلف عن ذاك الهوائي هناك السولينويد نحط مربع وداخل مربع حرف اس دلاله على سولينويد فالف يعني كهربائي خلنا نحط البانا راح تجي إشارة كهربائية. will be activated to release pressure حتى ينفس الضغط when the pressure involved is higher than the desired value. إذا زاد عن قيمة معينة شلون ضربنا مثلا 50 إذا زاد عن 50 هذه ما يفتح. use the following instruments. pressure element locally mounted. pressure transmitter locally mounted. pressure indicating controller that its function in DCS على the indicating controller. وسجلت نمبر فوسيت عاف الرقم إليك انت اقترح رقم من عندك مجرد الريدم مسيطر على الضغط داخل من راح يكون متغير تتوقعون من نقول اسيطر على الضغط اكيد البي راح يصير بي بس مثلا بي بي اي إليمنت بي تي ترانسميتر انديكيتر اذا راح يصير بي اي سي pressure indicating controller زين والكنترول طبعا السولنود فالف كنترول فالف والسولنود فالف زين اللي راح تجي هاي الاشاره فنشوف احنا هنا هاي اللوب السيطره شوف على البي اي اخذ الاشاره من داخل الخزان اشاره الضغط بي تي ترانسميتر وحطينا pressure indicating controller وهو حسب مواصفاته قال هذا اثنين لوكال يعني ماونتد يعني فيلد ماونتد يعني على الخزان يعني ما حطيت اي خط لا خط ولا خطين فمعناها اوريدي دني على الخزان بس هذا راد شنو راد بعيد وراد شنو وما ادري راد بعيد ولا لا بس هو راد مشير هذا مشير حتى نسخة يشوفه هو طلب بعيد انديكيتر ذات از فانكشن اذا ما قال وين تفكيرك مخيف بس كان المفروض انه نضيف حتى اشاره الخط انه اريده مثلا على خط بعيد على ريموت تنر يعني حتى اذا ما قلنا اذا ما وصفت الموقع ما تتب كيف تحطه مخير زين قال يقترح رقم شو تعال ايش مقترح يا رقم 103 وصل معناها اذا نقطع رقم واحد التسلسل 3 103 رقم هذا واللوب رقم 7 لوب رقم 7 فإذا نطيت اللوب كلهم لوب رقم 7 طبعا هاي بالمناسبة هشوفها من يعني طبعا هاي المفروض خط منقط كهربائي كهربائي خط منقط
كهربائي، لان قلنا الاشاره ياخذ اشاره شنو كهربائيه، بينما النيوماتيك ياخذ اشاره هوائيه ام الخطين. هذا المناقض المفروض هذا الخط نسجلها زين. وانا حطيت هنا رقمت 103 او 7 لوب رقم 7 والزون رقم 1 وتسلسل مال دني هو رقم 3. نجي الى اكزامبل 4. شوف هسه قدامنا هذا الاكزامبل، اكزامبل رقم 4 شنو؟ عندنا تانكي هو بي اتش ادجستنج تانك، يدخل له سوليوشن، هذا جزء من معمل مال معالجه مياه، يدون دائما المي اللي يطلع من عنده البي اتش عند قيمه معينه وليكن 6. هو هنا يقول the diagram below show pH adjustment. We want to keep the solution in the tank TK100 at pH 6. دعم اللي يضبط الـ pH داخل التانك واللي يخرج منه عند الرقم 6. شلون احنا نضبط هذا الرقم 6؟ عندنا خزانين، خزان حامضي وخزان قاعدي. هسه اذا الـ pH قل عن الـ 6 يعني الحامضيه زادت، زين شلون اعادله حتى اصعد للستة؟ اكيد لازم انزل له قاعدة حتى ارجع اصعد الـ pH مالته لوين؟ للستة. زين اذا زادت عن الستة راح يبدي يصير شنو؟ راح يبدي يصير قاعدي، فلازم انزل له حامض حتى ارجع لوين؟ ارجع انزل الـ pH مالته للستة. فهو يريد يضبط يعني شو راح قصدي المعالجة هم دولة نعالج بدولة خزانية. زين ف مثل ما ذكرت انه اذا زاد عن الستة، مثلا اذا انا اريد رقم 6 زاد فاليو 6، اذا زاد عن الستة لازم انزل له شنو؟ حامض يفتح هذا الفالف، الفالف سولد فالف 102 هو اللي يفتح، بينما اذا قل يعني صار بدا ينزل عن الستة اكثر حامضيه، بدا ينزل عن الستة لازم افتح له قاعده، افتح السولد فالف 101. فيقول صمم then when pH of the solution reduced below 6 solenoid valve S101 will be open to dosing NaOH إذا أقل عن 6 يفتح له قاعدة سريتان. When the pH become higher than 6 إذا pH زاد عن 6 solenoid valve 102 will open to dosing H2SO4 in the tank حتى ينزل لنا حامض ويرد ينزل الرقم 6. Use two control loops، استخدم منظومتين سيطرة. Use two control loops each loop contains كل لوب نهاية تحتوي على العناصر التالية element transmitter indicating controller والindicating controller هذا mounted on local panel على panel موقعي حطاك المواصفات. فإذا two control panel two control loop أكيد loop راح نسيطر بها على الـ pH من خلال الخزان الحامضي عن طريق المعالجة راح يصير دبلوم على الخزان الحامضي عن طريق السولنت فالف و اللوب الثانية راح تكون على الخزان القاعدي سيطر على هذا الفالف. زين وكل لوب متكون من إليمنت ترانسميتر وانديكيتر كنترول. إذا معناته لوب راح يكون الحل بالآتي. شوف حطينا البي اتش إليمنت، طبعا المتغير اللي بدنا نقيس السيطرة عليه هو البي اتش، بدنا البي اتش إليمنت. شوف حطينا البي اتش إليمنت زين الـ pH element الطاعة pH transmitter يعني قال لي element transmitter قال لي indicating controller وقال لي هذا يروح على local panel حطيناه على مرئي local panel مرئي اوكي اطلع اشارة كهربائية element للسولنوت بار يعني هذا ليش اطلع اشارة كهربائية مو هوائية يعني لو قال لي pneumatic كان حطيت اشارة هوائية بس سولنوت بار معناها اشارة كهربائية نفس الكلام when اذا نسيطر على الخزان الدوزنج يروح للبيس تانك اللي هو بي اتش اليمنت بي اتش ترانسميتر بي اتش انديكيتنج كنترولر واشاره كهربائيه تروح للسولد بار. لاحظوا الترقيم، هاي اللوب كلها رقمها هاي اللوب اللي هنا اخذت الرقم شنو؟ 7 او 7 او 7 او 7 زين في حين هاي اللوب اخذت الرقم 6 هاي اللوب اخذت الرقم 6 او 6 او 6 او 6
اثنيناتهم بنفس القرقع لذلك اخذوا رقم واحد. بقى تسلسل المعدات هنا مثلا 8 هاي التسلسل وهذا التسلسل 7. هذا هو رسمنا حقيقه منظومتين سيطرت لي على بي اتش ان ار. فهسه واضح اذا اريد نشوف انه لو البي اتش ان ار المفروض 6 اذا قل عن الستة يعني صار 5 3 بديت 5 4 3 يعني صار كلش عامضي لازم نفتح له قاعده هذا راح يتحسس زين وبالاخير شنو راح يفتح لنا القاعده ونزل القاعده على مود يرجع يصحح الرقم مال البي اتش ست. اذا حدث انه البي اتش بدا يصحح عن 6 7 8 9 هذا راح يفتح السيرفر مال الحامضي يرجع ينزل البي اتش ستة وهكذا. اذا سوينا منظومتين سيطرة على التانكيات يناتر وقدرنا نسيطر على البي اتش نفسه. احنا عندناكم عاد هوم وورك هاي عليكم. الهوم وورك هذا ماخذين هذا السيستم انه احنا رابطين تو ليكويد دبل تانكس على التوالي ماخذين هيك سيستم اصلا حتى مشتقين البروسيس مالته الاوبن لوب مالته كله مشتقيه زين. Consider the system below, which consists of two liquid double tanks connected in series. These two levels, H1 and H2, are to be controlled. أريد أن أسيطر على الـ H1 عند مستوى معين، أسيطر على الـ H2 عند مستوى معين. Draw two control loops. يعني أرسمنا منظومتين سيطرة. كل وحدة تتكون من element, transmitter, indicator, بس indicator local banner, والlevel. ريكوردينج كنترولر هذا الشيء بالدي سي اس ترسم لنا اياهم وتعطي ارقام من عندك جيف نمبر فور ايتش لوب. اريد نشوف شلون انت راح ترسم هاي المنظومات مع السيطره وشلون الارقام اللي راح تعطيها تعطيها من عندك الارقام بس اريدك ضمن هاي المواصفات زين عاد ترسم لنا اللوبات. اكيد لوب وحده يسيطر على الاش 2 عايفين لك هنا كنترول فالف وعندك اللوب الاخرى راح تصير هنا على H1 على هذا الكنترول فالف ترسم لنا اياهم وتحط الرسم الصحيح مالته زين و تحط الارقام من عندك ونشوفك شو راح تراقبهم زين شو راح تحط التاجات السيمبولوجي يعني الانسترومنت سيمبولوجي تكون بشكل صحيح دائره فارغه فيها خط فيها خط منقط الى اخره يعني هاي بوقت يمك اريدك تحط على السيستم. هسه اذا اكو اي سؤال طبعا احنا خلصت المحاضره ان طبعا ان شاء الله هذا الجزء الاول اللي اعطينا المبادئ الاساسيه للرسم وللترقيم وللشكل اللي نحطه هذا كله اعطيناه احنا. ان شاء الله المحاضره الجايه راح نكمل بس راح تركز على انواع اللوبات. اعطيكم شويه مقدمه علي شنو انواع اللوبات. احنا كل اللي اشتغلنا به من بدايه السنه لحد هسه ولحد محاضره اليوم كلها كانت فيدباك كنترول فيدباك لوب يعني منظومه التغذيه الراجعه او المرتده الراجعه يعني تاخذ الاشاره من المتغير الخارجي وتبدا تعالج نفسها. بالحقيقه عندنا سبع انواع من اللوبات. هي ليس كل اللوبات السيطره هي راجعه يعني فيدباك هي مو كلها فيدباك. احنا ان شاء الله المحاضره الجايه اللي راح تكون ان شاء الله يوم الاحد القادم تكون هي المحاضره الاخيره نعطيكم شيت على الموضوع هذا زين. فرح نستعرض امامكم انواع اللوبات. طبعا انت السؤال اللي يجيك شنو راح نقول لك شلون هسه محاضرة اليوم نجيب لك السيستم نقول لك سوي لنا لوب يب بس راح احدد لك نوع اللوب اللي هو انت بعدك ما ماخذه ان شاء الله المحاضرة الجاية تاخذه. راح اقول لك اريد فيدباك لا اريد فيد فورورد اريد انا احدد لك نوع اللوب فعشان تكون حقيقة فاهم يعني شلون كل نوع من اللوبات شلون تختار متغير المعالجة وشلون ترسمه يعني هذا التميز بينهم كله عن طريق الرسم زين. هذا شوي هم مهم عندنا. وميزه كل لوب شنو؟
أيهما أفضل، يا لوب أفضل، وحسب يا مواصف. رأي كله إن شاء الله راح بالمحاضرة القادمة نشرح لكم إياها زين، وبالأخير راح نعطيكم شيء تعالية حتى ترسموها، وتكون آخر محاضرة إن شاء الله في موضوع السيطرة، في موضوع السيطرة. وإذا أحد عنده سؤال أو استفسار زين بالإمكان يسأل المحاضرة. احنا يفترض اليوم يسلم الهوم ورك حتى نشوف ان شاء الله موضوع السيبلتي الهوم ورك، حتى نشوف الملاحظات اللي عندكم عليها، شنو هل كانت الشيت يعني جاوبتوه بشكل صحيح، هل كان صعب عليكم، هل كان سهل، هل كان مفهوم واضح، نتائج الانسة طلعت كلها شنو، هاي ان شاء الله راح تكون يعني شلون يعني نراقب الفلوس مالتكم ونشوف اذا اكو هناك يعني مفروض شكل صح. ان شاء الله مناقشتكم يوم الجمعه دكتور؟ نعم، اللي يحب يدخل يوم الجمعه يناقش على شيتين. احنا بعد ان ننهي ان شاء الله قلنا ورانا امتحانين راح يكون الموضوع السيطره حتى نستعد للسعيات ان شاء الله. فاللي يحب يدخل يوم الجمعه اذا عنده اسئله نقاش كذا يقدر يدخل يوم الجمعة للمناقشة حتى إذا عدا يستفسر أو سؤال. دكتور طلاب يسألون على درجات الامتحان الفاتحة. درجات الامتحان إن شاء الله أنا أتجمعها يمي إذا أشوف أجوبتكم بالامتحان الجاي يلا أعطيكم درجات كاملة. بس بصورة عامة أنا ما يعني الإجابة ما كانت بالمستوى المطلوب، نتأمل أن يكون الامتحان الجاي أفضل. زين احنا اعتقد الاجابه الصحيحه فرودناها لهم مو بال اي دكتور نزل نعم الحل النموذج يتفرود لكم. زين ان شاء الله نجمع الدرجات نشوف اجوبتكم بالامتحانين الجاي ونعطيكم اياها دفعه واحده ان شاء الله حتى نطلع السعيات. محاضرة اليوم أحد عنده سؤال شيء كان مبهم لو كانت واضحة لو شنو إذا أحد عنده سؤال دكتور بين طلاب زين فاهمين المحاضرة واضحة كانت بالنسبة لي. اوكي اذا ماكو سؤال بامكان ننهي المحاضرة. اوكي الطلاب اللي سجل حضور يقدر يغادر الكلاس. مناقشة على هذه المحاضرة ان شاء الله دكتور الجمعة نقدر نناقشهم اذا يقولون ارفع الطلاب صوت كان اذا سمعوها. ايه النقاش يوم الجمعة مفتوح لكل مواضيع السيطرة. يعني مو شرط يعني يوم الجمعة على الشيت او لا. من نقول يوم الجمعة ايش عندك انت سؤال على السيطرة اطرحه. سواء على محاضرة اليوم، على الستيبلتي، على أي شيء أنت تقدر تسأل، أي سؤال تقدر تسأل، ماكو مشكلة.